نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل نتفليكس توقف إجباري، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق نتفليكس، بعدها سوف تضغط هنا على إيقاف الإجباري، وبعدها سوف تقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف تقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، وبعدها سوف تقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف تقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف تقوم بالبحث عن تطبيق نتفليكس فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم نتفليكس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.